وعاوز اقول للمشاهد الكريم انني انا مش عاوز يعني اتكلم في اللي تم، انا هذه الحكومه خلاص استقالت، ولكن الغرض الاساسي من هذه النقاشات ومن وضع ايدينا على نقاط معينه هو تلافيها في تلك الحكومه القادمه، يعني تلك العناوين التي شكلت او اخفاقا او فشلا بالمعنى العام، يمكن يكون في تحفظ على كلمه فشل، كيف يمكن ان نتلافاها او يتلافاها المهندس ابراهيم محلب في الحكومه التي ستتشكل؟ هذا هو الغرض، ليس مساله ان احنا نكيل الانتقاد الى حكومه استقالت بالفعل، يعني احنا يعني ابعد من هذه المساله.